يلا فتحي بابك يلا فتحي هذا النكين ان شاء الله ان شاء الله يلا الله يوفقك ان شاء الله استر عليك بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر اللواء علي المحسن المشاري قائد عمليات شمال البصرة لمعداه في إرجاع بيوتنا، ونشكر جزيل الشكر والاحترام، وسوى فضل على الناس ورجال ستر الوادم كلها، وإن شاء الله يتم الله يطول عمره يطول عمره ويخلي هاي العوائل كلها شافها ورجعاها. نعم الله علي مشكور والله يطول عمره.